يعني التحرش ليس مع الأسف يعني ليس له تعريف في القانون. يمكن أنا كنت بدأت أو طلبت منهم وسندت حملة قبل العيد الماضي في حملة للتوعية بأن يعني يجب أن احنا نستنكر ذلك كشباب وكمجتمع، أن احنا برضه في دور المجتمع ووعيه في هذه الأمور. فاحنا بناخد يعني لو قلتي لو ذكرتي مشكلة وكان سؤال حضرتك انا راضي ولا لا، فانا قلت لك انا مش راضي، لكن لو سالتيني في اي حاجه طبعا كل واحده من دول بناخد فيها اجراء واجراء على الارض. هل النتائج هتكون يعني ممتازه؟ بالتاكيد دكتور هتكون. هشام قنديل، يعني لو بنتكلم في مساله التحرش اللي هي لا يمكن السكوت عنها مجتمعيا ولا اعلاميا، انما كاداره دوله يعتقد انه لم يبدو الانزعاج اللي حضرتك بتتكلم عليه ده في مخاطبتك للناس للمجتمع في الاجراءات. ما شفناش رئيس الوزراء جاب وزير العدل وزير الداخليه وقال لهم هنعمل واحد اتنين تلاته ايه. لجنه حقوق الانسان في مجلس الشورى عملت جلسه فضائحيه وقالت جزء منها، يعني في ناس اتكلمت كلام محترم وفي ناس قالت انه البنات هم المسؤولين عن التحرش. انا اسالك باستياء شديد في السؤال ده لسببين، لأن حضرتك رئيس وزراء، الحاجة التانية لأن حضرتك أب لبنات. يعني أنا مش قادرة أتخيل رئيس الوزراء لما يلاقي البنات بيتم التحرش بهم، سواء كان سياسيا أو في مظاهرات سياسية أو في الشوارع، وحضرتك يعني تقول احنا هنقدم لهم العلاج. يعني أنا أنت معلش، أنا يعني يمكن ما هو ده من ضمن مشاكل الصخب الإعلامي ألا يذاع أو يقال ما قمت به. أنا في القاعة اللي على شمالنا دلوقتي أنا يعني عملت اجتماع فورا وكان فيه ممثلين للجهات وأكثر من اللي حضرتك بتقولي عليه، لأن إحنا يعني عندما نبحث الأمر نبحثه بجدية، فليس فقط يعني ليس فقط رد فعل. فقلنا جبنا البحوث الجنائية، جبنا ناس أحد ضباط الشرطة كان يعني الدكتوراه بتاعته في هذا الموضوع، فإحنا بحثنا إجراءات سريعة وإجراءات طويلة في مكافحة هذا الموضوع. يعني الراجل كان تخصصه ما يمكن ان تاخذه من اجراءات لمكافحه هذه الظاهره في القطر المصري، الظاهره الغريبه التي تثير اشمئزاز الجميع. او الاجراء اللي اخذناه اجراء متكامل. حضرتك احنا بنقول تحريك دعاوى، ما قلتش رعايه طبيه فقط، قلت تحريك دعاوى، قلت رعايه طبيه ورعايه نفسيه، قلت سن قوانين، طلبت منهم ان هم يعملوا خط ساخن لتلقي الشكاوى، طلبت منهم ان يقوموا بحمله توعيه بين الشباب ان هذا فعل مستنكر ولا يجب القيام به. إجراءات متكاملة، وكان في غضب وحنق إذا لم يظهر ذلك في أحد الصحف. فيعني لكن أنا يعني يعني حتى اللي أنا بقوله دلوقتي دوت إذا كان ظهر عليا أن أنا يعني أنا غضبت عشرات المرات، لأن شيء غير مقبول، غير مقبول وغير مسبوق في مصر. أيوة بس المجتمع هو اللي بي بي بيتعامل مش عايز أقول فرادة بس بشكل أهلي مع هذه الظاهرة. احنا ما شفناش الحكومة بتعمل ايه على الارض، ما شفناش وزارة الداخلية بتقول في اتهامات قد تصدق وقد يجانبها الدقة لما بيقولوا احنا حاسين ان في تحرش ممنهج وفي تحرش غير ممنهج. يعني انا يعني برضو ما زلت لا اعرف ما هي الخطوة الوزارية الحكومية اللي احنا نقول ان حكومة مصر تتصدى لكذا. يعني مش قادره استشفاها من اجابه حضرتك. ممكن اعيد تاني. حكومه مصر قامت اول حاجه ان هي بطلبت ان يعني ما لازم الشخص او المجموعه التي قامت، يمكن استحضرنا هنا ايه جميله، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. كلمه حياه هنا هوت ليها معنى كبير جدا، ان احنا عشان نحمي بناتنا ولابد من ان احنا نقتص من اللي قاموا بهذا الفعل البشع. يبقى اول حاجه يتم تقديم شكوى، يتم التحقيق، يتم القصاء التحقيق والاجراءات القانونيه ثم القصاص. ده اول اجراء. وفي نفس الوقت نتيجه لان يعني وزاره التحرش حضرتك بتقول لي لسه البلاغات ما تقدمتش. لا انا ما قلتش كده، انا قلت ان احنا نقدم لهم كل الدعم. قد يكون واحد او اتنين قدم، لكن في ناس حضرتك طبعا تعلمين، وده طبعا ده مش على مصر بس، ده على مستوى دول العالم، ان في بعض الحالات لا تقدم لاسباب يعني الضحيه لا تتقدم بلاغ لسبب او لاخر، يعني ممكن يكون ضغوط اجتماعيه، ممكن يكون خجل، ده بيحدث. فلا بد ان احنا نساعدهم ان هم يعني يخرجوا للنور، يقدموا البلاغات، يتم القصاص. ما هو القصاص هنا حياه، القصاص هنا الرادع بيمنع الاخرين من ارتكاب مثل هذا الفعل البشع. لكن الضحيه
ايوه النيابه العامه من حقها انها تحرك دعاوى يا دكتور. يعني سامحني، اليست هذه اقرب لسياسه دفن الرؤوس في الرمال؟ التحرش والقتل بالخرطوش والمصابين ده موجود عيني عينك على، مش بس في التلفزيونات، في اليوتيوب. يعني الدوله اللي عايزه تقف تتصدى لبلطجيه او لطرف ثالث او لمتحرشين، مش هتقف على بلاغ او مش هتستنى بلاغات. انت برضو استاذه منى حضرتك يعني ايه اقول عارف حضرتك الاداء ده بيفسر على انه ايه؟ بيفسر على انه اما فشل تام في اداره الدوله من قبل الحكومه، او انه نوع من استمراء الافعال لانها تصب في خانه التسلط السياسي. انا الحقيقه يعني يمكن النقطة الأولانية ده اتهام يعني غير حقيقي، لكن النقطة الثانية دي أنا لا أتخيل إن حكومتنا تتهم بيه، يعني لا أتخيله ولا يخطر على بالي. ويعني خليني معلش يعني أقول يعني أرفضه كمان، لأن إزاي إحنا يعني يخطر على بال أي حد إن إحنا لا نحمي بنات مصر ولا نحافظ عليهم ولا نتخذ جميع الإجراءات لحمايتهم. أنا حضرتك حتى الآن لم تقترحي علي حتى إجراء إضافي. حضرتك بتقولي وهو دوت، مع الأسف برضه في هذه المرحلة الناس بتنتقد بدون أي اقتراحات. يعني لو حضرتك قلت لي اقتراح سادس أنا ما عملتوش، أنا لا أخجل أن أنا أفعله بكرة. اقتراح سادس أنا ما عملتوش أو أنا ما اقترحتوش أو ما حكومة قامتش بيه، إحنا ما نعمله فورا.